صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. احنا دابا غاديين عند مرت خويا. انا اصلا جيت للطاليان حقاش مرت خويا غتولد، وكنت قلت من نحضر حتى انايا ونشوف ولد خويا. المهم فات الصباح هادي راه كان عيطت علينا بكري، قالت لك راه فيا الوجع، وكانوا ياسين ويالين باتوا عندهم. ايوا كنت مشيت باش نحط ماما عند في دار خويا، وانا غادي نمشي معاهم للسبيطار باش انا كذلك يعني نحضر معاها ونكون معاها. صافي دابا هنايا ديجا حطينا ماما، مشيت حطيتها وهنا شدين الطريق للسبيطار. عرفت الولاد، بغيت ناخد واحد قهوة، بغيت ناخد واحد القهوة، ما مفطرتش، جينا ديريكت لهنايا. شوف هاد البلاد، هادي راها ماكينة دايرين فيها قهوة بحال هكا، باقا صايلة، كطحن ديك الساعة وكتخرج لك القهوة. عرفت والله البنات شحال الماكينة، شي قهوة ديال هاد الماكينات بحال هكا شحال كتجي زوينة، كتجي واعرة 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 صراحة، حسن من دوك القهوة ديال أمريكا. ما نكذبو على الله، أمريكا التايرة بلادنا، مي في القهوة نمبر وان هي الطالية الصراحة. نشوف فين هو. اوكي شنو غادي نختار يا ربي؟ كافي اسبريسو، كافي ماكياتو، ندير واقيلا كافي ماكياتو. شوفوا كي تبان خاطر عباد الله، شوفوا كي دايره من الامريكان. ما نقولش لكم شحال شحال زوينه هاد الريحه اللي عاطيه، فريمون واعره واعره والله. دابا باش نوريكم، شوفوا شحال كي داير، شتو مستعمله بعضها، مغالياش، واعره واعره ولا العجبني. عرفتي جيت تحولت هاد لاصال هادي، قلت نشوف الا لقيت شارج التليفون، قرب يسالي ليا ساعتي ما لقيت والو. قالي غادي نرجع لبلاصتي اللي نبقى قريبة بعدا. شنو كاين هنا؟ كاين العيش رايدة، ولا بغيت على الشارج؟ راه كبير هاد السبيطار، كبير ما شاء الله بزاف. شحال خيبه البنات ملي كتكوني ما عارفه والو، ما عارفه شنو واقع لداخل. دابا انا جالسه برا في ديك البلاصه ديال لاصال دو طون، مره مره كنمشي كندور كنتمشى شي في داك السبيطار، ومع بقيت قلقه وما عارفه حتى شنو واقع. مع كان خويا ومرتو دخلوا ومنعوا عليا انا تنا نكون معاهم، خاص ضروري يكون واحد فينا، اما انا اما خويا. المهم
ان شاء الله يا ربي يجيب الفكاك على خير. في هذه اللحظه هذه انا راه باقي كنشوف الكويز ديالي كي ديال القهوه كيتصب، انا غادي نشربه ومن بعدها غادي ندخل مع مرت خويا في الوقت الولاده، حقاش خويا ما قدرش. ايوا قلت انا ندخل معاها ونكون معاها. ايوا هادشي اللي كاين، وهادي هي هذا هو البيت اللي غادي تولد فيه، ماشي هو اللي غادي تبقى فيه. البيت الاخر راه كاين الفوق، وهنا هبطوا لهاد البلوك هذا، هنا فين غادي تولد. شوف داكشي كلشي يعني مصاوب مقاد مجهز مزيان، ايوا ان شاء الله يا ربي يجيب الفكاك على خير. الحمد لله الحمد لله كلشي داز مزيان. مرت الولاد في الموت تاع الجوع، دابا راه 10:30 ديال الليل. اخر مره كليت مع ديك جوج ونص، لا 3، مع 3:30 كان جاب خويا كاسكروطات، كليت غير النص بصراحه. انسيس صافي، يوم انتم البنات حتى لدابا خديت الموا، واش كيبان لكم؟ خديت الموا قوي شويه المناعه ديالي، حاجه غير مصافيت ما سهلاش. والله يسمح لنا من الوالدين يا ربي، الله يسمح لنا منهم، الله يسمح لنا منهم يا رب العالمين. الحمد لله كل شيء داس مزيان بخير وعلى خير. دابا انا جالسه هنايا بقيتها انا، ما كاين حتى واحد، كاين حتى واحد غير انا بوحدي. كنتسنى في خويا غير يسالي، وديك الساعة نمشيو ناكلو شي حاجة ونمشيو نعسو نجيو الدار ان شاء الله. بالنسبة لي غادي يسولني على هذا، هذا البنات تقوية المناعة وكيساعد على حساب المشاكل اللي وصدر، وكيقوي المناعة في بزاف تاع المنافع. دروك تاع الدراري الصغار يشربوهم، راه ولادي انا كيشربوهم. غير بانش بحال هكا صغيور، غير بحال هاديها في النهار كافية باش تعطيك كاع المنافع للجسم ديالك، كاع الفيتامينات والمينيرالز. واعرة والله العظيم البنات، زوينة بزاف، كتنفع حتى على حساب البرد. نضب شوية الكاميرا، ها هو كيبان لكم.